من بيروت ينضم إلينا مراسلنا علي رباح. أهلا بك علي، كيف يبدو الشارع اللبناني اليوم، وهل نتوقع اليوم كسرا للجمود السياسي الحاصل؟ رويدة، صباح الخير. بالفعل يعني كان يوم أمس بدأ بشيء من التفاؤل مع زيارة قام بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بعبدة، وما حدث بعد هذه الزيارة وحديثه عن زيارة أخرى يوم الاثنين. كانت الأجواء في بعبدة تتحدث عن بعض الإيجابيات، لكن انتهى النهار بشيء من السلبية مع خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله، طبعا الذي تمتد مفاعيل هذه الخطاب حتى اليوم وربما إلى الأيام المقبلة. لماذا نتحدث عن هذا الخطاب؟ لأن أبرز ما جاء فيه بأن السيد أو أمين عام حزب الله حسن نصر الله نصح الحريري بتشكيل حكومة من السياسيين وليس من التكنوقراط، أو بالحد الأدنى حكومة من التكنوسياسيين. وهنا بحسب متابعين نعود إلى المربع الأول وإلى نقطة الصفر. وأيضا قال للحريري بأنه يملك بعض الوقت الجمعة والسبت والأحد قبل الاثنين، ويمكنه التواصل مع الأطراف السياسية لتشكيل مثل هذه الحكومة، خشية من أن تسقط حكومة التكنوقراط خلال شهر أو شهرين. إذن بحسب أوساط سياسية عاد الملف الحكومي إلى نقطة الصفر، وتبددت الأجواء الإيجابية التي كان يعني أحاطت بها دوائر بعبدة يوم أمس. أما بخصوص الشارع ف طبعا بعد زيارة الحريري أمس تراجع الدولار بحوالي 4000 إلى 5000 ليرة لبنانية، أما اليوم فعاد الدولار للصعود مجددا. نتوقع تظاهرة بعد ظهر هذا اليوم تنطلق من أمام وزارة الطاقة وصولا إلى البرلمان اللبناني. أيضا هناك دعوات للتظاهر لقطع طرقات اليوم وغدا وبعد غد، ولكن موضوع قطع الطرقات رويدة أصبح بغاية الحساسية، لأن أمين عام حزب الله قال في مؤتمر الصحفي أو في خطابه يوم أمس بأنه لن يسمح بقطع الطرقات بعد اليوم. دعا الجيش اللبناني لفتح هذه الطرقات، وإلا سوف تفتح هذه الطرقات بالقوة، خاصة هنا نتحدث عن طريق التي تؤدي من بيروت إلى الجنوب خزان جمهور حزب الله. إذن الجميع اليوم ينتظر يعني الحراك السياسي اليوم وغدا وبعده استباقا ليوم الاثنين. لكن يعني إذا أردنا أن نتحدث عن جو الصحافة اللبنانية اليوم التي يعني تتحدث بمعظمها بلسان الأحزاب اللبنانية، كان تشاؤميا للغاية. الجميع يقول بأن يوم الاثنين قد لا نشهد حكومة من بعد جرعة التفاؤل التي كانت بعبدة وبيت الوسط يعني أطلقاها. طب علي، نعم كيف وقع صدى كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عن حرب أهلية، وأن لديه معلومات بأن جهات داخلية وخارجية تحاول إسقاط لبنان في هذا الفخ؟ نعم رويدة، يعني حتى هذه اللحظة لم يصدر عن الأحزاب اللبنانية المعنية بهذا الكلام أي تصريح. ربما كان هناك تصريحات رافضة فقط من القوات اللبنانية، لكن يعني القوات اللبنانية، وهنا نتحدث تحديدا عن النائب وكيم الذي كان له تغريدة استنكر فيها معظم ما جاء في هذا الخطاب، ويعني صوب بشكل كبير على ردود فعل جبران باسيل ما بعد الخطاب رئيس التيار الوطني الحر، الذي قال بأن ما جاء على لسان حسن نصر الله أمين عام حزب الله هو يعني يؤشر على المشروع الجديد بين التيار وبين الحزب، وتحديدا تطوير ورقة التفاهم. يعني لا يوجد أي ردود فعل حتى هذه اللحظة من شخصيات وازنة وسياسية في لبنان حول موضوع الحرب الأهلية تحديدا. ولكن يمكن ربما أكثر ما أثار الشارع هو الحديث عن 17 تشرين، والحديث عن أن هذه يعني مجموعات 17 تشرين قد تكون الثغرة لإحداث بلبلة أو فوضى فيها الشارع، وهذا ما استنكرته مجموعات 17 تشرين خلال يعني منشورات نشرت مساء أمس، وقد يعبر عن اعتراضه على كلام أمين عام حزب الله خلال التظاهرات المتوقعة اليوم وغدا. شكرا لك علي رباح، نعم مراسلنا من بيروت على هذه الإحاطة.